الراجل اللي هيخلي البلد تقف على رجلها والناس كلها تبقى سعيده، لان احنا زي ما قلت احنا في فتره محتاجين ان احنا كلنا نتكافئ يد واحده عشان مصر وعشان الشعب المصري، لان الناس كلها ناس طيبين. البلد دي بلد جميله، وانا واحد من الناس زي ما قلت لك انا صوتي بحب اديه للسيسي لان هو يستحق، وانا عارف ان الشعب المصري كله على وعي ان السيسي هو رقم واحد. كتر لنا السنوات والحاجات دي برضه. ماذا عن حمدي صباحي؟ بص عايز احنا دي 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 مسابقه، فاهم انت؟ زي لعبه كره القدم، في ماتش واحد في ماتش بين اثنين، مين اللي هيكسب؟ اكيد اللي اجتهد واكيد اللي تعب، والناس اللي ليه الكاريزما والناس محتاجاه اكيد هو ده اللي يمكن اكيد الناس هي هتحط رقم واحد ان شاء الله. لو ربنا ما وفقش المشير السيسي حسام الحضر هيعمل ايه؟ لا انا مقتنع ان المشير السيسي ان شاء الله ولا ده مش السؤال ده مش موجود. لا ده مش حاجه تقدم، بس انا مقتنع 100% ان ده الراجل هو ده اللي هو اللي يستحق ان هو رئيس توقعاتك المرحله الجايه تحط السيسي، توقعاتك المرحله الجايه وعايز ايه مصر المره الجايه؟ توقعات ان الراجل لما ينجح لازم كلنا نتكافئ يد واحده.